بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض درس الاتموسفير. احنا كنا اتكلمنا مع بعض على ان الاتموسفير دول فور لايرز، ان هم عباره عن تروبوسفير وستراتوسفير وميزوسفير وثيرموسفير. في الدرس اللي او في الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض على التروبوسفير. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الطبقات اللي جايه، وهنبدا بالستراتوسفير. في الاستراتوسفير احنا دي الطبقه الثانيه، دي سكند لاير ان اتموسفير، اللي بعد على طول التروبو. يعني انت لو بصيت لي الجراف ده، الجراف ده بيوضح لك اماكن وجود اللايرز. اول طبقه تحت خالص اسمها تروبوسفير. التروبوسفير احنا اتفقنا لحد 13 كيلومتر، يعني هنا 10، هي فوق ال 10 بشويه كده، يعني فوق ال 10 لو تاخد بالك كده، فوق ال 10 ايه بشويه، فهي ايه، فهي 13 كيلومتر. طيب بعد التروبوسفير على طول في حاجه اسمها تروبوبوز، وبعد التروبوبوز هتلاقي الايه، هتلاقي الاستراتوسفير. طيب الاستراتوسفير تعالى نبتدي نتكلم عليها. الاستراتوسفير دي بنسميها اوزونيك اتموسفيريك انفلوب، لان الطبقه دي من الطبقات اللي مهمه جدا، لان بيكون فيها حاجه اسمها اوزون جاز. طبقه الاوزون موجوده في الاستراتوسفير، ومن الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات دايما هي فكره الاوزون، ان هو موجود فين، في التروبو ولا في الاستراتو؟ موجود في الاستراتو. يبقى الاستراتوسفير دي اسمها اوزونيك اتموسفيريك انفلوب، واللوكيشن بتاعها هي سكند اتموسفير، سكند لاير يعني ان اتموسفيريك انفلوب. كلمه اتموسفيريك انفلوب يعني الغلاف الجوي. ها طيب السيكنس التخن بتاعها هي بتمتد من اول 13 كيلومتر لحد 37، يعني هي سوري لحد 50، يعني هي بتمشي من اول 13 لحد ايه، لحد 50، يعني السيكنس بتاعها كله على بعضه 37. نقول تاني، هي من اول 13 ل 50 كيلومتر. ات اكستند فروم تروبوبوز، بتمشي من اول تروبوبوز، تروبوز ده اللي هو فوق تروبوسير. ات اكستند فروم تروبوبوز ات هايت اوف 30 او 13 كيلومتر اباف سي ليفل تو ستراتو ايه، تو ستراتوبوز، يعني بتفضل ماشيه لحد الاستراتوبوز at height 50 50 كيلومتر above sea level، والسيكنس بتاعها 37، التخن بتاعها 37 من اول 13 ل 50، لان احنا عارفين ان التروبوسفير لحد 13، من 13 ل 50 ده الايه، ده الاستراتوسفير، فالاستراتوسفير 37 كيلومتر تخنها يعني. طيب التمبريتشر بتاعتها، لو تفتكر احنا في التروبوسفير لما كنا واقفين في التروبوسفير قلنا ان التروبوسفير بتفضل درجه الحراره تقل لحد ما توصل التوب ماينس 60، لحد فوق خالص بتبقى ماينس 60. فالتمبريتشر بتاعه الاستراتوسفير بتبدا من ماينس 60، بتبدا من ماينس 60، ما هو اللي قبلها منتهيه عند ماينس 60. فاهمين الفكره؟ يعني لو انت مش فاهم، انا هنا ده سطح الارض، افضل طالع ده تروبو، ده التروبوسفير، التروبو لحد اخرها ماينس 60، وبعدين تبتدي الاستراتو، صح ولا لا؟ فالاستراتو بتبدا من ماينس 60 لحد فين بقى، تنتهي عند كام؟ تنتهي عند زيرو، يعني التوب اوف ستراتوسفير بتبقى درجه الحراره ايه، زيرو. يبقى نقول تاني، تمبريتشر ان ذيس لاير انكريز جرادوالي فروم ماينس 60، بتفضل تقل بتفضل تقل او تزيد بقى، بمعنى اصح يا ماينس 60 دي حاجه قليله جدا يعني، يعني درجة حرارة زيرو أعلى من ماينس 60. وبعدين at lower part reaches minus sorry بتوصل لحد إيه، reaches zero at top of this layer. This is due to absorption of ultraviolet rays. في الطبقة دي، في طبقة الاستراتوسفير دي كان مفروض إن هي تبقى أبرد من اللي تحتها، تبقى برد جدا، لا هي أسخن من اللي تحتها، أو درجة حرارتها يعني بتبقى عالية شوية. بسبب ايه؟ بسبب ان هي بتعمل ابزورب للالترا فايولت ريز، في حاجه اسمها الترا فايولت ريز، ودي اشعه ضاره جدا ودرجه حرارتها عاليه جدا، فهي بتمتص الالترا فايولت ري، عشان كده بتبقى ايه، بتبقى هوت يعني. باي اوزون لاير بتمتص الالترا فايولت ريز دي بالاوزون لاير which is present at upper part of this layer. الاوزون موجود فوق الايه، فوق الطبقه دي، او في اعلى جزء في الطبقه دي. طيب البريشر، الضغط في الطبقه دي، the pressure او the atmospheric pressure in this layer، في اللاير دي decrease
as we go until become 1 millibar. بتفضل تقل 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 لحد ما توصل ل 1 ملي بار. اللي قبلها كانت 100 على فكرة, وال 1 ملي بار equal 0.001 بار, ودي حاجة قليلة جدا. طيب نرجع تاني للإمبورتنس. الإمبورتنس يعني الأهمية. أهمية الاستراتوسفير إن هي بيكون جواها الأوزون لير. الأوزون لير بيكون موجود من 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 ارتفاع 20 ل 40. انت عارف ان الاستراتوسفير من اول 30 لحد 50, من 13 ل 50. بيقول لك بقى من اول 20 ل 40 في النص كده يعني بالظبط, في حاجه اسمها اوزون جاز. يبقى ايت كون الامبورتنس بتاعتها او اهميتها, ان ايت كونتين بتحتوي على موست اوف اوزون جاز which is found in atmospheric envelope at height of 20 to 40 كيلومتر above sea level. So it is called ozonic atmospheric envelope. بتتسمى طبقة الأوزون أو المنطقة اللي فيها جاز الأوزون. The lower part of such layer, في اللير دي, doesn't contain clouds. الطبقة اللي تحت ما فيهاش clouds وما فيهاش سحاب وما فيهاش مشاكل خالص. علشان كده الطبقة دي أفضل طبقة تمشي فيها الطيارات. يعني الطيارة لما بتطير, بتطير في التروبو ولا بتطير في الاستراتو؟ بتطير في الاستراتو. ليه في الاستراتو؟ علشان الاستراتو أولا في سببين. أول حاجة doesn't contain clouds or weather disturbance. ده أول سبب إن هي ما فيهاش clouds أو weather disturbance. تاني سبب إن هي بيكون إيه؟ إن حركة الكلاودز أو حركة الاير موفمنت بتبقى horizontal, يعني حركة السحاب بتكون بالشكل ده, وبالتالي الطيارة وهي طايرة تطير بمنتهى البساطة وما تقابلش أي مشاكل. So pilots prefer to fly in to fly their planes in this layer. الطيارين بيحبوا يطيروا الايه الطيارات بتاعتهم في المنطقه دي. ماشي يا شباب. طيب give reason, اديني سبب. بيقول لي هنا stratosphere is the important for or important for man's life, مهمة لحياة الإنسان, because it contain ozone layer, لأن هي تحتوي على ozone layer which absorb harmful ultraviolet radiation emit from the sun and also convenient for flying planes. يعني مفيدة أو صالحة للطيارات إن هي تطير فيها. الطبقة اللي بعد كده هي ميزو. طبقة الميزو بعد الاستراتو, وطبقة الميزو بتمتد من أول 50 لحد 85, من أول 50 لحد 85. يعني السيكنس بتاعها شبه الاستراتو 35. الاستراتو كان 37 على فكرة. يبقى دي من أول 50 ل 85, من أول 50 ل 85. دي الطبقة التالتة. أولا دي بنسميها it is the middle layer and the coldest one. دي الطبقة اللي في النص, و يعني أبرد واحدة, باردة جدا جدا جدا, درجة حرارتها بتوصل لماينس 90. ماشي. ودي ثيرد لاير ان اتموسفير, في الاتموسفيريك انفلوب دي الطبقة التالتة. السيكنس بتاعها خلاص بقى اتعودنا احنا بنشتغل ازاي بقى. السيكنس بتاعها من 50 لحد 85, يعني السيكنس بتاعها 35 كيلومتر. التمبريتشر بتاعتها, ما احنا بقى هنعمل جدول, انت شطارتك او شطارتك بقى تعملي جدول حلو كده في كل المعلومات دي, تقولي السيكنس بتاع دي كام ودي كام ودي كام, التمبريتشر دي كام وهكذا. التمبريتشر ان ميزوسفير ديكريس ات هاي rates as we go up until reaches minus 90 celsius degree at its top, في التوب بتاعها. So it is called the coldest layer. دي بتتسمى أبرد طبقة. والpressure بتاعها, البريشر atmospheric pressure is in this layer decrease as we go up, بيفضل يقل برضو until it reach 0.1 mb millibar. دي حاجة قليلة جدا على فكرة. طب ايه أهمية الميزو؟ أهمية الميزو ان الميزو بتحافظ على ثواني الميزوسفير it protects the earth, the planet earth from celestial, فين احنا؟ احنا هنا. It protects the planet Earth from celestial rocky masses.
احنا عارفين ان في بره في الطبقات الجو العالية جدا في بيبقى النيازك والشهب والحاجات دي، بتشوف الحاجات دي ساعات بالليل كده. الحاجات دي بتتحرق فين؟ بتتحرق في الميزو. فالطبقة دي من الطبقات المهمة جدا علشان هي بتعمل بيرن للسليستيال باديز دي، للايه، للحاجات الفضائية دي، ماشي؟ فبيقول لي هنا ايه، it protects the planet earth from celestial rocky masses، بتحمينا من الاجسام الفضائية دي، that enters the atmospheric envelope of earth where they burn، وبيتحرقوا as a result of their friction، بنتيجة الاحتكاك الشديد مع طبقات الجو اللي هي في الميزو، بيبتدي يحصل ان المولكيولز ايه بتنفجر، وبيسبب الايه الليمينوس ميتيورس، الحاجات اللي احنا بنشوفها في الجو بالليل دي، اللي هي بتبقى بتلاقي كده في شعاع من النار كده ايه طاير كده. طيب it contain limited quantities، فيها نسبة قليلة من الهيليوم of helium and the hydrogen gases only so that is much vacuum، المنطقة دي تبقى دايما ايه دايما فاضي. المهم بيقول لي هنا سعد يجيب لي فريزو في الامتحان على المنطقة اللي احنا نتكلم فيها، اللي هي ميزوسفير لير is rarely or highly rarefied، يعني بتبقى دايما فاضية because it contain limited quantities of helium and hydrogen gases only، منطقة ما فيهاش حياة يعني، او منطقة ما ينفعش تعيش فيها لان هي فيها او فيها كميات من الهيليوم والهيدروجين. ثيرموسفير هي الطبقة الاخيرة واسمها ثيرمال لير، بنسميها ثيرمال لير لان هي طبقة حر جدا وطبقة hottest layer in atmospheric envelope، يبقى it is called thermal layer because it is the hottest layer of atmospheric envelope، دي اسخن طبقة وطبقة hot جدا. اللوكيشن بتاعها fourth layer of atmospheric envelope، دي الطبقة رقم 4 في الاتموسفيريك انفلوب. الثيكنس بتاعها هي من اول 85 لحد، شوف لحد فين بقى، 675، ودي اكبر طبقة، حوالي 590 كيلومتر. لما اتكلمنا على التروبوسفير قلنا ان هي 13، لما اتكلمنا عن الاستراتو قلنا ان هي 37، لما اتكلمنا عن الميزو قلنا ان هي 35، دي الثيكنس بتاعها. شوف السيرمو كام، السيرمو 590 كيلو مترز، كبيرة جدا. والتمبريتشر بتاعتها بتوصل ل 1200 سليزيس ديجري، ودي درجة حرارة عالية جدا. ومن الأسئلة الغريبة يعني اللي أنا شخصيا مش لاقي لها إجابة، دي حاجة يعني ممكن يكون ليها إجابات بس لسه لحد دلوقتي مش مفهومة، هي فكرة لما الصاروخ بيطلع من الأرض ويبتدي إن هو يخرج بره في الغلاف الجوي ويخرج بره الأرض خالص، هو بيعدي على السيرموسفير صح ولا لأ؟ كونه بيعدي على السيرموسفير درجة الحرارة هنا 1200، أنت عارف يعني إيه 1200؟ 1200 دي درجة عالية جدا جدا يعني. فالسؤال هنا إزاي الصاروخ بيعدي وما بينفجرش؟ يعني فاهمين الفكرة؟ بيقولوا ان الصواريخ دي بتتعمل من التيتانيوم او بتتعمل من مواد ما بتتحرقش او ما بتنفجرش، علشان كده بيقدر يتحمل درجات الحراره العاليه جدا في الثيرموسفير. المهم ان temperature of this layer increase at high rate until it reaches 1200 celsius degree. الامبورتنس بتاعه الثيرمو غريبه جدا. بص بقى ركز معايا، انت عارف ان درجة الحرارة العالية ممكن تسبب مشاكل كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الهواء الاير لما درجة حرارته بتوصل ل 1200 بيبتدي يتفك، جزيئات الهواء نفسها بتتفك، بتبتدي تبقى charged ions، بتبقى يعني بتبقى حاجة اسمها charged ions، ايونات مشحونة، اجسام اكتف جدا وحركتها سريعه جدا، يبقى امبورتنس بتاعتها its upper part contain charged ions، the presence of such ions، وجود الايونز دي up to 700 كيلومتر. علشان كده الطبقات دي او الطبقه دي اللي هي الطبقات العاليه دي بيسميها ايونوسفير، يعني عند 700
في طبقه اسمها ايونوسفير. الايونوسفير دي جزء من اجزاء السيرمو. يعني انت لو بصيت للسيرموسفير هنا في الجراف ده، السيرموسفير هنا في طبقه فوقيها كده شويه هنا كده اسمها ايونو. الايونوسفير دي طبقه مهمه جدا، وهنعرف الوقت استخدام الايونو دي. تعال نشوف الايونوسفير. الايونوسفير ده في الحقيقه من اهم الطبقات اللي موجوده في الارض، اللي هي في الانفلوب، يعني في الاتموسفيريك انفلوب، بسبب ان هي احنا بنستخدمها في عمليه او في فكره الساتلايتس. يعني ايه في الساتلايتس؟ الساتلايتس اللي هي انا علشان اعمل قمر صناعي، ادي مثلا سطح الارض، تعال نرسمها ازاي، تعال نرسمها هنا كده، ادي سطح الارض. فسطح الارض ده انا مثلا عامل برج هنا، برج ده برج اتصالات بيستقبل الايه الاتصالات، وفي برج هنا في المنطقه الثانيه. ازاي البرجين دول بيتصلوا ببعض؟ بيقول لك ان في فوق هنا كده طبقه اسمها ايونوسفير. الايونوسفير دي بروح ماشي ابعت الاشاره بتاعتي لحد الايونوسفير، الايونوسفير دي تقوم عكساها للايه للقمر الصناعي الثاني، وابتدي ان انا اتواصل مع القمر ده بمنتهى السهوله. يبقى هما بياخدوا التشارجد ايونز دي وليها امبورتنت رول ان وايرلس كوميونيكيشن، في الاتصالات اللاسلكيه ما بين ابراج المراقبه او ما بين ابراج الاتصالات، بيبعت هو الاشاره للايونو والايونو يعكسها للمنطقه اللي انت عاوزها عن طريق ساتلايت طبعا. يبقى ايونوسفير او الطبقه اللي اسمها ايونوسفير دي it is layer that contain charged ions and it has an important role in wireless communication، الاتصالات اللاسلكية. طيب بيقول لك ان احنا في الايونوسفير برضو بيقول it's very important in wireless communication and broadcasting، في الراديو والكلام ده كله، because it reflect radio waves، لان طبقة الايونو دي بتعكس موجات الايه موجات الراديو، بتعكس موجات ايه موجات الراديو. ماشي. طيب reflect radio waves transmitted by radio stations and communication centers. حلو قوي الكلام ده. الايونوسفير surrounded، يعني شوف لو دي الايونوسفير اهي محاطه بحاجه اسمها اي طبعا ماجنتيك بيلد، اسمها فان الن بيلدز. في حاجه اسمها فان الن، الفان الن بيلد بتحيط بالايونوسفير. هقول تاني، فان الن بيلد بتحيط بالايه بالايونوسفير. ولو انت دخلت على يوتيوب كتبت فان الن او كتبت ارورا فينومينا، هي اسمها غريب شويه، ارورا فينومينا، لو كتبت ارورا فينومينا او فان الن بيلت هتلاقي حاجه غريبه جدا، الوان غريبه جدا سبحان الله، يعني بتظهر في القطبين. يعني this belt play important role for scattering harmful charged cosmic radiation away from the earth. الطبقه دي اللي هي اسمها ارورا او اسمها فان الن بتعمل important role او ليها اهميه كبيره جدا في عمليه scattering ايه the rays. يبقى انا عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها فان الن بيلت. ايه هي الفان الن بيلت؟ دي عباره عن they are two magnetic belts surrounding ionosphere، دي عباره عن بيلتس بتحيط بالايونوسفير، and play important role for scattering harmful charged cosmic radiation. طيب والارورا فينومينان، الارورا فينومينان دي ظاهره بتظهر في السماء كده، it is a phenomenon that appear brightly، بتظهر بوضوح جدا في السكاي ماشي with colored light طبعا seen from both sides of north and south east. وانت تدخل على جوجل فعلا او تدخل على اليوتيوب تكتب ارورا فينومينا هتلاقي حاجه غريبه جدا، يعني شكلها غريب جدا سبحان الله. طيب في تو جيف ريزنز محتاجين نتكلم عنه. بيقول لي هنا جيف ريزن الاول، ايونوسفير از فيري امبورتنت ان وايرلس كوميونيكيشن، لانه بيعمل ريفلكت زي ما احنا قلنا. هو الايونوسفير مهم ليه؟ بيكوز ات ريفلكت radio waves transmitted by radio stations، بيعكس النور، بيعكس الاشعه
اللي جاية من الساتلايت. ماشي. طيب في سؤال تاني بيقول لي the harmful charged cosmic radiation are scattered away from Earth before entering ionosphere. ليه الأشعة اللي هي الضارة بتتعكس وتمشي بعيد عن الأرض قبل ما تدخل الغلاف الجوي بسبب حاجة اسمها Van Allen Belt due to the presence of Van Allen A Van Allen Belt. وده من الأسئلة المهمة جدا. طيب اخر حاجه خالص في الدرس ده هي اكزو سفير، ودي الطبقه بقى اللي انت لو خرجت منها تخرج بقى خلاص على الايه، على السبيس، ونودعك بقى وما تجيلناش تاني. دي الاكزو سفير، it is the region in which the atmospheric envelope inserted in outer space. يعني خلاص بقى دي المنطقه اللي ايه اللي بيدخل فيها الغلاف الجوي مع الفضاء، خلاص ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش فيه خلاص غلاف جوي، بتخرج بقى بره في الفضاء. دي معلومة مهمة، importance بتاعت الثيرموسفير عموما. satellite orbit in exosphere around the earth are used to transmit weather condition information and TV programs. يعني الساتلايتس دي بتدور كلها في الاكزوسفير. طيب يبقى احنا يا شباب الدرس ده من الدروس المهمة جدا، درس الاتموسفير كلير شرحناه على اكتر من فيديو وتكلمنا بالتفصيل في كل جزئية فيه. انا نصيحتي ان انت تبتدي تجيب الكتاب الخارجي بتاعك او تجيب اي ورقه وتلخص فيها الاربع لايرز، تقعد تمشي لاير لاير كده وتشوف السيكنس بتاعها كام والتمبريتشر بتاعتها كام وهكذا، وتعمل ورقه كده ملخصه فيها كل الكلام ده. ثانيا تحل مسائل على قد ما تقدر، عشان المسائل في الدرس ده مسائل مهمه. هنكمل ان شاء الله الدرس ده، هنكمل المنهج بقى بتاعنا ان شاء الله بدايه من الفيديو الجاي ده كده. ليسن 2 في يونت 1 سوري يونت 2 ليسن 1 الاتموسفيريك لايرز خلصناه. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.